شكرا لكريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. متابعين الكرام مشاهدينا في كل مكان نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل معكم في أيام هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث نتابع في ثاني أيام هذا المهرجان هذه المنافسات مع شعارات أبناء القبائل واندفاعات السن الحقائق، انطلاقة مع الشوط السابع الخاص بالحجاج البكار، والأربع كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية. نسير مع مجريات الشوط ونتابع الأسماء المتقدمة إلى الصدارة مباشرة، وهذه القابضة على مقدمة الشوط بشعار سعيد بن راشد الاكتبي من يقدم لنا القابضة على الصدارة وعلى البداية الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع شعار العمدة القادم من خلال انطلاقة شحانية بشعار عبيد بن حمد بن شينان المري من يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل على مركز الوصافة. أما في المركز الثالث يأتي التواجد من خولة في هذه اللحظات بشعار هادي بن سالم الفيدة المري من يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الثالث. رابع المراكز تابع من الطرف اليمين هذا الحضور الجميل من نمونة القادمة في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن علي الشراب من يقدم لنا شعاره، وهذا الشعار الذي سجل أفضل توقيت مع مزايا حتى هذه اللحظات مع انطلاقات أشواط هذا الصباح. بينما في المركز الخامس، خامس المراكز، نتابع الاسم القادم مع هذه اللحظات المثيرة، تابع الانطلاق الجميل بوصول مزون علي بن سعيد بن سالم الزرعي من يقدم لنا مزون على خامس المراكز. هذه النتيجة للمراكز الخمسة التي تتقدم بالنداء الأول وتنطلق بالصدارة الأولى مع منافسات وتحديات هذا الشوط. وخلف المراكز الخمس نتابع أيضا شعارات قادمة بقوة وأسماء حاضرة وأعداد تنطلق بين جنبات ميدان التحدي. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة والقابضة، من تقود الأسماء، من تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة وتنطلق بالصدارة الأولى. سعيد بن راشد الاكتبي بن دغيش من يقدم هذا الانطلاق مع الصدارة بوجود القابضة على المركز الأول الباحثة عن الناموس، عن الزعفران في منافسات هذا المهرجان. بينما في المركز الثاني، يا سلام على نمونة نوعية تحضر هنا مع هذا الانطلاق مع هذا الحضور الجميل، حمد بن محمد بن علي الشراب يقدم لنا نمونة جيدة في هذا الانطلاق 1200 عن خط النهاية. بينما في المركز الثالث، ثالث المراكز متابعين الكرام، تتقدم خولة في المركز الثالث هادي بن سالم الفيدة المري، ورابع المراكز شوف الأسماء الهاجمة وتابع التقدم الجميل مع هذه اللحظات. يأتي شعار بن سلامة بوجود وانطلاقة ظن عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، بدأ يدفع بظن مع المركز الرابع، رباعية جميلة بهذا الانطلاق الجميل، وشعار العمدة يتواجد مع الشحانية بهذا الانطلاق. عبيد بن حمد بن شينان المري يقدم شعاره المركز الخامس، شوف الشعار القادم اللي جاوز من مركز لآخر لنتابع الحضور الجميل بوصول وضوح في المركز الخامس. يعروف بصغير بن مبارك الاكتبي من يقدم لنا وضوح على خامس المراكز. هذه الأسماء التي تتقدم مع هذه اللحظات، ولكن العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى شعار المحنك مع هذه اللحظات المثيرة مع هذا الانطلاق الجميل على المركز الأول، وظن عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن وضوح وضوح دعناها في المركز الخامس تغير في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وهاجمة بقوة في اللحظات المثيرة. ما شاء الله، يعروف بصغير بن مبارك الاكتبي يقدم لنا هذا الانطلاق مع وضوح. الله 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 الله، وعلى ما يبدو سلالة الواضحة، هذا راعي وضوح اللي قدم هذا الانطلاق. مشكور يا يعروف بصغير بن مبارك الاكتبي اللي طار بالسلامات إلى دولة الإمارات
أهالي دبي ما شاء الله، سلام سلام على هذا الحضور الجميل من وضوح التي سجلت ناموس هذا الشوط بجدارة وتابعناها في اللحظات المثيرة. تهانينا لمالكها يعروف بصغير بن مبارك الكتبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، بينما ثاني المراكز كان الوصول مشاهدي الأعزاء من ظن عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، والمركز الثالث ثالث المراكز من وصلت مع المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل كان الحضور من الدانة حمد بن علي بن سلطان الدرعي، وخامس المراكز او المركز الرابع، رابع المراكز كانت هناك متابعين الكرام والهالي سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، والمركز الخامس خامس المراكز كان الوصول متابعين الكرام من مرضية محمد بن نابت بن خيلة العامري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ولكن وضوح كانت البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط. ناخذ التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية، توقيت وضوح 5 دقائق و54 ثانية، 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ليعروف بصغير بن مبارك الكتبي على فوز وضوح بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز وصلت ظن بشعار بن سلامة في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق 55 ثانية، 72 جزء من الثانية. تهانينا لك يا أبو علي عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، بينما ثالث المراكز كان من نصيب الدانة وتوقيت الدانة هو 5 دقائق 56 ثانية و93 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن علي بن سلطان الدرعي، تهانينا والناموس للجميع. ينطلق شوطنا الثامن وصالح الكربي يصف منافسات وتحديات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد